اهلا بكم مشاهدينا مره تانيه على الهواء مباشره. قرار انك لازم تخس هتاخده لما الموضوع يعني بيوصل معاك لدرجه من الزعل والاكتئاب على شكلك وعلى صحتك، فانت لازم هتاخده. يا اما تستعين بصديق علشان يعني يشجعك، ما تيجي نخس، ما تيجي نعمل رجيم مع بعض، تيجي نبدا، تيجي نشجع بعض، تيجي نطلع ورق. يا اما هتروح لدكتور، يا اما هتستعين بوسائل بقى مساعده تانيه، حاجات تاخدها بحيث تشبعك. انا بيشرفني النهارده دكتور خالد عبد العزيز، ماجستير النباتات الطبيه بكليه الصيدله ودبلومه التغذيه والتخسيس من الجامعه الامريكيه وعضو الجمعيه الكنديه لامراض السمنه. ازيك يا دكتور؟ ازيك، اهلا بيكي واهلا بكل الناس اللي عايزه تاخد القرار النهارده. يلا عايزين ناخد القرار النهارده، ووسائل مساعده بقى نعمل ايه علشان ناخد القرار ونخس. طيب بدايه موضوع وسائل المساعده، هي هتساعدنا عشان ننزل في وزننا. فلازم واحنا بنختار حاجه مساعده انها ما يكونش فيها اي اضرار، ما يكونش ليها اي اثار جانبيه. تمام. كمان مهم جدا ان تبقى براند، يعني حتى في امريكا نفس الموضوع، في كندا، في اوروبا، يكون البراند بتاع اللي هناخده بيساعدنا معروف، مش حاجه متصنعه تحت بير السلم. حاجه تكون منظمه الصحه العالميه متكلمه عنها، هتكون ابحاث عالميه كتير على مستوى العالم متكلمه عنها عشان انا نفسي اكون واثق فيها. فاحنا النهارده من خلال برنامج الدعاء، يعني كل مريض عايز يخس واخد القرار، احنا ممكن نساعده عن طريق الفايبرز، الالياف الطبيعيه. طيب هزود عليك حاجه كمان، حاجه كمان تشبعني، لانه مشكله المشاكل في الرجيم ان انا بجوع، يعني عايز اكل، وبالذات في الشتاء. يعني الشتاء ده عايز ايه؟ جو ساقعه، تجيب كده ايه بتاع عدس كده بس تقطع فيه عيش متحمص، يعني العدس لوحده ما فيش لا، والمحشي اللي لسه طالع سخن كده من الحل، عارفه، وهو ساقع حلو برضه. يعني بالليل كده بعد ما تاكل وتشبع وتملى التانك، تيجي بالليل نفسك هفاك على كام صابع كده من الحل على طول. هي اكتر حاجه بالليل. فهي المشكله في كده، انه بالليل لما تاكل بالليل وتنام، دي يعني دي مشكله المشاكل في السمنه. فالحاجه اللي بتساعد الناس وبيحسوا ان هي يعني ايه، احنا ممتنين جدا انك شبعتني من غير ما تتخني. صحيح، ودي ميزه الفايبرز وميزه الوسط العلمي كله العالمي بيتكلم عليها، حتى سموها اسطوره الفايبرز او الالياف الطبيعيه. وهنلاقيها بنفس الاسم كده، اسطوره الفايبرز. ليه اسطوره الفايبرز؟ لان ازاي انا اوصل الانسان الجعان ان هو يشبع وما اديتلوش سعرات حراريه، ما خدش اي نوع من انواع الطاقه، واديت له فيتامينز واديت له معادن جوه جسمه. ده اللي بيقدر يحققه له الفايبرز. انت هتاخد الفايبرز، معدتك هتتملي، خلاص انت كده شبعت. حتى ابتدى في اكسبريشن جديد بيسموه اللي هو بالون المعده الطبيعي. حاجه طبيعيه جدا. فانا هاخد الفايبرز، انا هيملاني المعده. فانا المعده بتاعتي اتملت، انا شبعت. ودي اول طريق ان الواحد خلاص هينزل في وزنه، هيخس. طيب احنا عندنا فيديو الفايبرز لما بتتاخد من البق بتنزل تعمل ايه في المعده، حضرتك تشرحه لنا يا دكتور. طبعا الفايبرز او الالياف الطبيعيه موجوده في حاجات كتيره جدا، موجوده في النباتات، موجوده في الفواكه. دي الجرانيولز او الحبيبات الفايبرز زي ما احنا شايفينها، احنا خلاص بلعناها عن طريق الفم، نزلت المعده، ابتدى وهي جوه المعده بيبتدي حجمها بيكبر وبتاخد نفس حجم المعده، عشان كده بقول لك هو بالون المعده الطبيعي. تمام. فبيبتدي انا بحس ان انا شبعت. المعده بتاعتنا ربنا سبحانه وتعالى متوصله بالجهاز العصبي عندنا. فالمعده اول ما بتتملي بتوصل على طول اشارات للجهاز العصبي بتقول له انا خلاص شبعت. فبالتالي الانسان خلاص بيحس ان هو شبعان. تمام. جميل. طيب ناس كتير بقى بتقلق من الوسائل المساعدة دي، ان هي مثلا الفايبرز دي اذا شفنا انه هي بتبقى عاملة زي السيريلاك كده، هل ممكن تعمل لها، تتساءل دي عملت لي امساك، دي هل ممكن يكون عنده حساسية، يعني هل في ناس ممنوعين من انهم ياخدوا الفايبرز دي؟ طيب انت سؤالك حلو قوي. لو حد عنده امساك، احنا الاول الامساك ده، هل الامساك ده نتيجة خلل في المعدة عضوي؟ بمعنى ايه عضوي؟ هو عنده اصلا تشوه في المعدة بشكل معين مخليه على طول عنده امساك منذ الولادة. يعني في اطفال بيبقوا من ساعة الولادة وهو عندهم امساك. تمام. فهل لما هياخد الفايبرز الامساك ده هيتعالج او هيزيد؟
لا انت هتفضل زي ما انت، لان ده عيب خلقي اصلا موجود في المعده. طب الناس اللي عندهم امساك نتيجه ان حركه المعده عندهم ضعيفه، الناس اللي عندهم امساك نتيجه ان البكتيريا اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا النافعه اللي بتفيد جسمنا جوه المعده قليله، كميتها قليله، هل انا لما هاخد الفايبرز يا دكتور هل ده معناه ان انا ممكن يجي لي امساك؟ اقول له لا، ده انت بالعكس هتتعالج من الامساك. يعني انت لو عندك امساك نتيجه خلل في البكتيريا النافعه اللي موجوده عندك او لحركه المعده عندك قليله، فانت مع الفايبرز الامساك ده هيروح او هتتعالج منه. تمام. طيب بالنسبه للي عنده حموضه، عنده قولون، عنده ارتجاع في المريء، كل دي مشاكل بتخلي الواحد يقرب على الاكل يعني بحرص شديد لانه بيتعذب. صحيح. يعني ما بيبقاش عارف ينام. عارفه اللي عنده قرحه معده لو شرب شويه ميه بيحس بعذاب، طبعا بحرقان شديد بيتعذب جدا في تماما يعني. فهل دي امنه في الحالات دي؟ عشان برضو يبقى كل الناس المشاهدين متابعينا، قرحه المعده معناها ان جدار المعده حصل فيه جرح، حصل فيه قطعه، فالدم بيبتدي ان هو يختلط بكل محتويات المعده. طب انا الفايبرز لما هاخدها هل هي هتفيد هتضر ولا لا هتفيد ولا هتضر؟ لا، الفايبرز اللي انت هتاخدها هتفيد. اولا هي الياف طبيعيه، نباتات، عباره عن فاكهه ونباتات، هتخش جوه المعده بتعمل لك كوتينج للمعده، فبتغلف لك جدار المعده، فبتدي زي بارير او حاجز ما بين الجرح اللي حصل في المعده وما بين الفلويدز او السوائل الموجوده في المعده. تمام. وبالتالي انت لما هتاخد الفايبرز لو عندك قرحه في المعده هتحس مع الفايبرز او الالياف الطبيعيه ان انت بتتحسن من حالتك المرضيه. تمام. طيب احنا عندنا طريقه عمل الفايبرز هي عامله زي السيريلاك، يعني بتتحط في ميه. انت كنت بتقترح اقتراحين، يعني هي موجودة عندنا هي على الشاشة. هي الفايبرز احنا يعني عملنا كده حاجة بسيطة، ده كيس الفايبرز اللي اتعبى ده موجود فيه باودر، وجبنا كوبايتين، كوباية على ايدينا الشمال حطينا فيها مية وطبقة زيت، والكوباية التانية حطينا فيها مية بس اللي هتبقى على ايدينا اليمين. وفي كل كوباية فتحنا الكيس بتاع الألياف الطبيعية الفايبرز زي ما احنا شايفين باودر وحطيناها. في الكوباية اللي على ايدينا اليمين احنا بنقلب الفايبرز بالمية. وإذا فضلنا دقيقة أو دقيقتين بيوصل للحالة المتجانسة، بيبقى عامل زي السريلاك كده، وأقدر إن أنا آكله بالمعلقة. تمام. طب في ناس يقول لك أنا ما بحبش طعم السريلاك أو ما بحبش آكل حاجة تكون هلامية. تمام. إحنا عارفين إن الموضوع ده بيبقى أذواق دايما في الأكل. طبعا. فإحنا هنطبخ الموضوع الألياف ده، هنعمله طبخة بس بطريقة تانية مختلفة. أنت ممكن تحط الألياف على المية وتشربها مباشرة. ممكن كيس الألياف تحطه في معلقة وتحط المعلقة بعد كده هناكلها بالمعلقة. يعني هي لو اتشربت وهي سايله تعمل نفس النفش ونفس الحاجات زي ما بتاكلها وهي سريلاك؟ السؤال ده حلو قوي. احنا لو احنا عملناها في الكوبايه وبقت عامله زي السريلاك وكلناها، مش هو ده الحجم بتاع الالياف اللي هيبقى جوه معدتنا؟ كده كده بنشرب ميه وبيزيد. طب لو خدناها باودر على طول وشربنا وراها ميه، ما قلبناش، ما قعدناش الدقيقه دي اصلا، عشان يعني هي ممكن تتسف كده ذات طبق. بالظبط، هاخد الباودر كده بالمعلقه كده وعليها بق ميه وخلاص، وعليها لتر ميه من لتر لترين. كده كده الباودر ده بينزل جوه المعده مع الميه، مع الفلويدز السوائل اللي موجوده جوه المعده بتاعتنا. بتبتدي انها، والمعده اصلا كمان بتتحرك، المعده عامله زي الخلاط. لو حد فاكر المعده ثابته، لا، الامعاء جوه جسمنا عماله تتحرك. هنا كوبايه قبل بس ما الفيديو يروح، خدت الزيت، دي خدت الزيت ونزلت. يعني دي من مميزات الفايبرز او الالياف الطبيعيه. لو كنا متابعين الكوبايه اللي على ايدينا اللي هي هتبقى الشمال، خدت كل طبقه الزيت ونزلت. نزلت في القاع، ده اللي بيحصل جوه جسمنا بالظبط. اللي هو الدهون هتمسك فيها الالياف، هيتحدوا كده مع بعض الاثنين. طب يعني هي ليها بره الجسم، ليها كده يعني وظيفتين، هي بتتنفش في الجسم وفي نفس الوقت بتاخد تمتص الدهون وبتخرج بيها. بالظبط. هي الفايبرز، كيس الفايبرز ده محطوط فيه نوعين من الفايبرز، نوع بيدوب في الميه ده اللي احنا شفناه، وفي نفس الكيس برضو في نوع ما بيدوبش في الميه، الاثنين موجودين في نفس الكيس. احنا لما بناخده جوه جسمنا بيعمل لنا وظيفتين. اول حاجه بملى المعده، فخلاص انا حسيت ان انا شبعان مش عايز اكل. والحاجة التانية الدهون والفاتس اللي موجودة جوه جسمنا وبتتكسر. تمام. بيبتدي يتحد معاها، كمان لو في شوائب أو في فري راديكالز جوه الجسم بيتحد معاها ويخرجها بره الجسم. جميل. معايا اتصال من أم وائل. ألو. ألو. أهلا بيكي. أهلا بيكي حبيبتي، إزيك؟ قولي لي بقى، أنت خدتي الألياف يا أم وائل؟ أنا خدت الألياف، ده تاني مرة أخدها.
والحمد لله الحمد لله رب العالمين. أنا كنت بعاني من مشاكل صحية كتير ومن نفسية كتير من تخني. أنا أشكر ربنا قبل ما أكمل شهر ونص خسيت 8 كيلو ونص. حلو قوي. كان وزنك كام بقى قوليلي كده؟ أنا كان وزني 118. 118 118 دلوقتي بقيتي 10 110 110 ولسه يعني بعد اسبوع ان شاء الله بامر الله ان انا هروح برضو هوزن نفسي. وبعدين من غير ما بوزن انا حاسه بنفسي وبنفسي وباللي حواليا بيقولوا لي انت مالك خسيتي قوي ليه كده، وجارتي تقول لي في ايه خسيتي والكلام ده كله. انت خدتيها بقى وبتاكلي معاها ايه؟ انا باكل كل حاجه بس تقريبا ربع الكميه لحالي، مش يعني ان انا عاوز اكل، انا مش عاوز اكل. وانا مبسوطه قوي قوي لان انا عندي مشاكل في العظم ولازم اعمل عمليه غضروف كبيره في ظهري وفي ركبتي. طبعا كل الدكاتره اول حاجه لازم تخسي. العلاج طبعا لازم تخسي لان ما عادش ينفع اعمل العمليه، خطر عليا لان انا عندي مشاكل في القلب. طبعا قال لي لازم تخسي. قولي لي انت حاولتي تخسي قبل كده وما كنتيش عارفه ولا ايه؟ انا حاولت كتير جدا من سنين طويله وخدت كل ما اسمع حاجه واعشاب ووي اعملها. ما خسيتش الكيلو اتضايق وارجع ثاني الحال على ما هو. ما خسيتش. وبعدين انا منايه ان انا اخس ان شاء الله، وخسيت ومبسوطه جدا ونفسيتي حلوه قوي 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 الحمد لله ان انا خسيت، وقلت انا همشي عليها على طول ان شاء الله ان شاء الله. وتكلمينا كده وانت خاسه، عايزه توصلي كام كيلو؟ انا نفسي منعين اوصل 70 كيلو، اقل من 70 لان انا سني كبيره، انا عندي 65 سنه. لا مش كبيره ولا حاجه، ربنا يديك الصحه. الله يخليك ان شاء الله توصلي لها لو وظبتي يا رب. ان شاء الله. وبقول لكل بني ادم على وجه الارض يا ريت يا ريت ما تفضلش بالتخن ده لان هو اكبر مرض. صحيح. هو المرض الحقيقي. صحيح. التخن ده. لان انا عانيت كتير قوي 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 عند كل الدكاتره وعامله عمليات في القلب كله، ما فيش اكتر من خسي العلاج ما عادش جايب معايا حاجه. صحيح. فأنا شكرا لحضرتك يا ام وائل، ان شاء الله يعني تستمري على موضوع الالياف ده. هي هل دي نسبه كويسه؟ يعني هي حاسه 8 كيلو من 118 ل 110، هي حاسه انها خفت وانها حست بنفسها. صحيح. نسبة ممتازة. هل دي نسبه كويسه؟ طبعا في الشهر يعني البي بوزيتيف خليك دايما ايجابي. يعني هي سنها 65 سنه، مصاحبه معاها امراض كتير، ونزلت 8 كيلو ونص في شهر ونص تقريبا. فدي نسبه كويسه جدا، ماشي حتى مع الستاندرد العالمي. احنا بنقول دايما 6 كيلو في الشهر، فدايما خليك ايجابي. الشخص اللي عنده دهون او زياده في الوزن، لو انت ماسك كيسه بلاستيك فيها 5 6 كيلو ماشي بيهم، انت بتحس ان ايديك وجعتك، تحس ان ظهرك وجعك، بتحس ان انت عايز تريح في نص الطريق او في نص السكه. فبالك انت وزنك فيه 30 40 50 كيلو زياده. زياده. صحيح. فانت عمودك الفقري شايلهم. فانت بتتعب اجزاء جسمك الداخليه من قلب الكبد لكلى معده، كل ده شايل. مفاصل، كل ده شايل. صحيح. فبتعب. صحيح، عندك حق. ساره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا ساره؟ الحمد لله تمام. قولي لي بقى انت دكتور، انت خسيتي ولا ايه؟ احكي لنا كده تجربتك مع الخساسيه. والله هو انا يعني مش محتاجه انزل كيلوات كتير، يعني هم كلهم 6 7 كيلو، بس انا كان مشكلتي بقى في موضوع السكر. فهو بقى ظابط معايا جدا 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 موضوع السكر ده. انا يعني اول 10 ايام خسيت 3 كيلو، فانا قدامي 4 كيلو يعني واصل الميزان الحمد لله اللي انا عايزاه. طبعا. بس فرق معايا بقى في موضوع السكر جدا، يعني حتى يعني أنا انت اول ما خدتي الالياف بداتي تخسي على طول؟ نفسك اتسدت، ما بقيتيش تاكلي الحلويات؟ ما باكلش لا الحلويات ولا المقليات ولا الحاجات دي ما باكلهاش خالص، حتى لو يعني نفسي راحت لها واخدت حته، يعني بتفرق معايا بس في موضوع السكر. ما بيزودش معايا السكر بجد. طب يعني انا ما كنتش متخيله الموضوع كده. طب كويس قوي. يعني فانا عايزه اسال الدكتور برضو، يعني حتى ممكن بعد ما اوصل الميزان المناسب يعني ينفع يبقى يعني كحاجه مساعده جنب الانسولين؟ حتى جرعات الانسولين قلت خالص.
والله. طبعا انت بعد ما توصلي الوزن المناسب مع الفايبرز الريف الطبيعيه، طبعا من احد مميزاتها انها بتقلل نسبه الجلوكوز اللي موجود في الدم، فتقدري انت تستخدمي الفايبرز بس بكميات قليله، مش نفس الكميه اللي انت بتاخديها عشان تخسي. يعني انت بتاخدي كيس فايبرز عشان الغدا وكيس فايبرز عشان العشاء. تمام. تقدري تاخدي بس فتره الغدا هيبقى نص كيس وتستمر عليه. ده تمشي طول عمرها كده يعني، بما انه ظبط لها السكر. بالظبط. طيب شكرا ليك يا ساره، ويعني ربنا يديك الصحه ويمتعك بيها دايما. وفكره السكر دي برضو بتقول لك انا قللت جرعه الانسولين. حلو. دي يعني اديني الميكانيزم ده حصل ازاي؟ هقول لك. دلوقتي انا وزني مثلا وليكن 100 كيلو، فانت بس هي ما خستش كتير يعني. انا بدي مثال يعني رفلي كده يعني، حاجه كده عشوائيه يعني. لو واحد وزنه 100 كيلو، الدكتور لما يجي يظبط له السكر بيظبط له على ال 100 كيلو. يعني هظبط لك السكر على ال 100 كيلو. طب انا وزني بقى 90، فمعناها ان انا هقلل نسبه الانسولين عشان اظبطها على 90. كل كيلو، كل كيلو وكل 100 جرام كمان، مش كل كيلو، من وزن المريض اللي عنده السكر لما بينزل بنزل معاه جرعه الدواء السكر اللي هو بياخده. تمام. حلو قوي. اخد هناء. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيك. ازيك يا هناء؟ عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ احكي لنا كده عن تجربتك في الخساسان. والله انا اول مره اجرب التخسيس بصراحه، يعني اول مره اجرب، وبصراحه الالياف الطبيعيه دي ممتازه جدا جدا جدا. انت عملتي ايه؟ خدتيها امتى؟ انا خدتها دلوقتي بعد 3 اسابيع. 3 اسابيع؟ ايوه. خسيتي كام كيلو؟ خسيت فيها 4 كيلو. 3 اسابيع 4 كيلو. انت كان وزنك كام يا هناء؟ انا كان وزني 110. خسيت دلوقتي يعني 106. بتاع ده الميزان 101 دلوقتي. 106. طيب يعني 106. ومنعتي اكل معين ولا عملتي ايه؟ هو في البداية ما يعني كنت لسه في الأول مستغربة شوية، وكنت باكل يعني إيه طبيعي، يعني كنت باكل الأول يعني إيه، ما كنتش مقللة من الأكل. أو لما بديت أنتظم وأمشي على النظام اللي فيه ورقة مع المنتج، مشيت على نظام الأكل يعني، بقيت آخد قبل الوجبة بنص ساعة بقيت أحس بالشبع. يعني أجي آكل ما أعرفش ما تاكليش الكمية يعني اللي كنت متعودة بتاكليها. ايوه. وكمان بقيت كمان يعني بحب اكل حاجات خضروات، يعني بقيت اتلهف على الخضروات والفواكه اكتر. كنت الاول بحب يعني المكرونه، كنت بحب المكرونه جدا. كلنا بنحب المكرونه والمحشي والرز وكل حاجه. أيوة. طب انت لسه دلوقتي بتقولي انا اول مره في حياتي اخس، اول مره تعملي رجيم ولا ايه؟ يعني اول مره انتظم. يعني كنت ايه، اعمل كام يوم دايت وارجع تاني، اعمل كام يوم وارجع تاني. ايه اللي مشجعك كده المره دي؟ متشجعه يعني ما شاء الله، الله اكبر. اللي مشجعني المره دي ان اولا بحس بشبع، ان باخد الكيس قبل الوجبه بنص ساعه. فبقيت احس بجوع قوي زي الاول. كمان بقيت بقول لحضرتك يا استاذه بقى، بقيت يعني بشتاق للخضروات اكتر، الفواكه اكتر، يعني حتى وجبه العشاء ما بقتش اتعشى. نفس الكلمة اللي بتتقال في كل المكان. باخد الكيس بتاع العشاء يعني ثمرة الفاكهة باكلها بالعافية كمان. طيب جميل. يلا عقبال ما تبقي كام، عايزه تبقي كام يا هناء؟ لا انا عايزه انزل ان شاء الله كده ال 80. حلو قوي، زي الفل زي الفل. ان شاء الله تنزل ان شاء الله. وبشكرك شكرا جزيلا. من كان زمان كان دايما البنت مستوى الجمال بتاعها انها تكون بكابوزه وتخينه. الكلام ده كان من حوالي 50 سنة. دلوقتي الوضع مختلف، يعني لازم تكون البنت رشيقه عشان كده تبان ملامح جمالها. طيب من 110 ل 106 ده يعني مش قليل؟ ده حلو جدا في 3 اسابيع. يعني 3 اسابيع انا نزلت 4 كيلو من وزني، ده كويس جدا جدا جدا. كمان يعني مشجع يعني جدا، يعني حاجه ايجابيه وساين، حتى علامه ايجابيه جدا لاي شخص عايز يخس. طالما طيب. انت وده سؤالي ممكن اختم بيه فقرتنا. الجسم بيتعود على الانظمه وبيتعود ويقول لك انت لازم تغير النظام ولازم تضحك على الجسم لانه بيتعود. هل الجسم ممكن ما يتعودش على الالياف دي وخلاص، ويعني يتخطى فكره انها بتشبعه وياكل ويزود؟ انا عجبني السؤال جدا. علميا في الطب، في علم التغذيه، مفيش حاجه اسمها الجسم بيتعود خالص. احنا هنا في مصر حتى يعني بشوف انظمه غذائيه كتير يقول لك عاملين يوم مفتوح كل اللي انت عايزه عشان الخبط لك الجسم. بمعنى ايه هتلخبط لك الجسم؟ هي ربنا سبحانه وتعالى خلق 1+1=2 يعني.
فانت جسمك كل ما هتدي له طاقه كل ما هيبقى سعرات حراريه. مفيش حاجه اسمها لخبطه في العلم، مفيش الكلام ده خالص. يعني دي افتكاسه هنا مصريه، مساله ان انا هيحصل عندي تعود على الالياف، فبعد كده تعود مش هتعمل حاجه او مش هتعمل حاجه، انا كده كده بشبعك، انا بملالك محيط المعده. تمام. فهتفضل المعده مليان. صحيح. جميل. دكتور خالد عبد العزيز بشكرك وبشكر وجودك معايا، وان شاء الله نتقابل في حلقات قادمه. إن شاء الله. بشكركم مشاهدينا ونشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام عليكم.